سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم شوية مرة مرة ولا غالب فيه الصفة مع الشمس في كل السواحل الغربية، بحال حتى في شرق الخط الناظور تارودان الطاطا. أما في المناطق الأخرى كلها الحال صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي ما عدا في الريف التافيلات والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في عبدة والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال ما بين 55 و80% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار تماما بحال ديال البارح، 25 درجة في واد الذهب، 27 درجة في اللوكوس وناحية عبدة، 31 درجة في الريف والساقية الحمراء، 33 درجة في الشاوية دكالة والمنطقة الشرقية، 35 درجة في الغرب وناحية سايس، 36 درجة في الأطلس المتوسط، 37 درجة في ناحية سوس، 39 درجة في ناحية الحوز، 41 درجة في تادلة وناحية الضرعة، و42 درجة في ناحية تافيلات. إذن الحال مازال غادي يبقى بحال وبحال الجو اللي عشناه دابا هذه واحد 3 ايام ولا 4 ايام من قبل، مغيم شويه لكن غالب فيه الصفه مع الشمس، الريح غربي ومعتدل عامه في القوه ديالو، والرطوبه طالعه في السواحل وهابطه في المناطق التخلانيه، والحراره طالعه وسط النهار بالخصوص في المناطق الوسطانيه والشرقيه. وفي هذا الطقس بحال هذا فاش الطلب على الماء من طرف الزراعات والشجر كبير بزاف، واي نقطه ديال الماء زايده فينا وفي الفلاحه ديالنا خاصنا نعرفوا بان اول عمليه تساعدنا على الاقتصاد على الماء ديال السقا هي التكربيل ديال الارض، وبالخصوص نحيدوا الربيع والاعشاب اللي يمكن يلهفوا الميها والروى اللي في التربه، وان شاء الله بالتوفيق والله يكمل بخير.